المدارس، يتواصل معكم هذا النبض الصباحي على ضفاف مختلفة. زملاء بالاستوديو، صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل المشاهدين كل المتابعين اللي بيتابعونا عبر هذه الفقرة من فقرة أرزاق. صباح الخير، صباح الخير الوفير والكثير لكل مشاهدينا في كل مكان. الليلة فقرتنا مميزة، فقرة بتهتم بالجوانب الفنية والجوانب الإبداعية. مرحبا بكم عبر هذا الصباح من صباح الشروق. نتعرف عليك خالد صلاح حسن البدوي. مرحبا بك وصباح الخير عليك، ودارين نتعرف على الحاجات الجميلة دي، وعرفنا بداية كده بالكلف وأنواعها وتفاصيلها. صباح النور، الله يسلمك. في أنواع كثيرة منها الكامات تشتغل في التياب، ومنها الخيوط دي بتشتغل في شغل الشنط شغل يدوي، ومنها تاني شغل اكسسوارات، أصنافها كثيرة. طيب الشغل ده بيحتاج لانه الزول اللي يكون موجود فيه يكون عارف التصاميم، عارف الموديلات الجديده، عارف الحاجات. انت كيف بتقدر تقنع الزبون وتعرفه على الحاجات الموجوده عندك؟ والله من خلال الاشكال اللي بتنزل جديده في السوق احنا بنقنع الزبون انه ده شكل. كلمنا عن بداياتك 200. والله بدايتنا من 2015 بدينا بحاجات اساسيه من الخيط، ابره، وشويه شويه الشغل اتطور حسب تاني طلبات الزبون بنجيب الصنيف. بس شغالين اكتر حاجة في شغل الشنط، شغل كله انتاج يدوي. طيب بالنسبة للحاجات دي بتجيبوها من وين؟ يعني الكلف والحاجات الموجودة والسكسك والحاجات الجميلة دي بتجيكم عن طريق ناس معينين بتتعاملوا معاهم ولا بتجيبوها من السوق؟ والله بنتعامل مع ناس معينين، بيجيبوا من القاهرة، بيجيبوا من الصين، السعودية، بنجيب من كم محل، يعني ما محل واحد. طيب شنو الحاجات الأكثر حاجة يعني متداولة وكل الناس متفقة عليها وبتيجي بتشيلها باستمرار؟ والله عندنا الشغل اليدوي لسه ما شاء الله أكثر شغل ماشي، شغل إنتاج يدوي، شغل شنط، شغل ملابس بتاعة أطفال، ملابس برد، شالات، طواقي، دي أكثر حاجة لسه ماشية عندنا. بالنسبة للأسعار، كل الأسعار الحاجات دي كلها أسعار موحدة ولا بتتفاوت على حسب الحاجات؟ يعني الشغل اليدوي بيختلف عن السكسك، بيختلف عن الخامات المعينة، بيختلف عن الخيوط وأنواعها. والله في اختلاف، أي حاجة سعرها برا متفاوتة من الثانية. في حاجات الثياب ممكن تكون غالية، حاجات الشغل اليدوي أقل سعر وكذا، حاجات الفساتين برضو أسعار عالية شوية، بتتفاوت هاي كل حاجة بتختلف سعرها من الثانية. طيب بالنسبة لزبائنكم، الزبائن دائما يعني بيكون نساء ولا رجال ولا الاثنين معا؟ والله اغلبيتهم من النساء، الرجال حاجات بسيطة بشيلوا لوازم الخياطة بس، لكن اغلبية الحاجات دي بيشيلوها نسوان. ايوه.